إذا على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في، أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. العديد من المغاربة صبحوا كيعرفوا قصة ديال أقدم اعتصام أمام محل سكن اللي هو عبارة عن فيلا في منطقة بورغون. هذا الاعتصام اللي وصل لحدود هذه اللحظة اللي كنتكلموا معكم فيها وصل ل 153 يوم. 153 يوم فيها البرد، فيها الشتاء، فيها الحشرات، يعني كل ملي كنقول الحشرات تخيلوا معايا، فيها الفئران، فيها الصراصير، فيها شني ولا فيها العديد من الحشرات اللي دازت على هاد العائلة. أقدم اعتصام بمنطقة بورغون أمام فيلا اللي سكنوا فيها هاد الناس أزيد من 60 سنة، عائلة كلها تزادت وكبرت هنا، كانوا أصحاب ملك، نعسوا، فاقوا، كيلقاو راسهم يا مولاي كما خلقتني، او كما كنقولوا بالدارجه العاميه المغربيه ربنا خلقتنا. غادي تشوفوا معنا القصه ديال هاد الناس او هاد العائله، هاد الاسره المرابطه امام المحل ديال السكن ديالهم لحدود هاد اللحظه. جينا باش نعرفوا اشنو الجديد. سمعنا بانه كان حكم في المحكمة يوم 17 من أكتوبر، كيف ما تواصلوا معنا العائلة ووضحوا لنا. جينا كيف ما قلنا مشاهدينا أوفياء باش نعرفوا أشنو وقع. نتمنى منكم تابعوا معنا هذه القصة، لأنه هذه قصة دي المعاناة ديال واحد المواطنين اللي مساكن أصحاب حق كيف ما كنقولوا، لأنهم كون ما كانوش أصحاب حق ما غاديش يبقوا مرابطين امام المحل اللي عاشوا فيه الطفوله ديالهم وعاشوا فيه الشباب ديالهم، وكاين اللي منهم عاش فيه الشيخوخه ديالو، وكاين اللي فيهم عاش فيه الاعاقه ديالو. نعم عندهم اخ مسكين مريض مرض نفسي بلغ من الكبر عتيا، يعني تزاد صغير ولا شاب وكبر، وحاليا مسكين كيعيش الشيخوخه مع الإعاقة اللي عنده، مسكين فاقد الأهلية وعايش معاهم حتى هو في الزنقة. كنتمنى أنكم تتبعوا معنا هذه القصة ديال المعاناة وديال الألم ديال هذه العائلة هذه، نعرفوا شنو واقع. كاين اللي أكيد كاين اللي كال وشرب، الله يحسن العوان، كل واحد غير كنقولوا كاين اللي مثلا نساهم. هذه هي الحياة، الإنسان كيدخل في الدوامة ديال الحياة كينسى كل شيء. إذا ما نطولش عليكم مشاهدينا الأوفياء، اللي كنتمنى منكم خوتي المغاربة انكم تبارطاجيو القصه والمعاناه ديال هاد الناس هادو، وكنتظروا جهابذه القانون، الجهابذه في القانون يقولوا واش هاد الناس دائما حيت كيتسائلوا واش اصحاب حق، اهلا وسهلا، واش ما عندهمش حق خصهم يحيدوا من هنا. نتبعوا معايا وما تمشيوش بعيد، شوفوا معايا المعاناه ديالهم. اول حاجه شوفوا معايا هاد الحفرة هادي، على حسب القول ديالهم جميع الحفر اللي كاينة هنا في هاد الشارع تم الإغلاق ديالها من طرف العمال، يعني ملي كانت الأشغال، إلا هاد الحفرة اللي قدامهم هما. هاد الحفرة اللي كتجمع الصراصير، كتجمع جميع أنواع الحشرات، على حسب القول ديالهم كيقولوا بأن مديورة، يعني كما كنقولوا حنا إكسبري أو مديورة عن قصد، يعني باللغة العربية، من أجل أنهم يابوندونيو او يخليو هذا المكان هذا. اذا تبعوا معنا. السلام عليكم. السلام. واختي انا ما عرفتش بما غنبداو، ما عرفتش غادي نقول لكم، ما عرفتش واش نهنيكم على هذا الصبر ديالكم في هذا البرد وفي هذا الجو هذا. داز عليكم الشتاء، داز عليكم الخريف، داز عليكم الربيع، داز عليكم، ما عرفتش واش نهنيكم على هذا الوقوف ديالكم، أولا نقول
ربما كاين واحد الفئه اللي غتقول هاد الناس واش خارجين من العقل اللي باقي مريحين حتى لدابا هنا. ما عرفتش انا اين فئه غنكون منها، ولكن انا اللي عليا غادي جينا باش نوصلوا عاوتاني المعاناه ديالكم والصوت ديالكم للناس المسؤولين ونوصلوه للمغاربه باش يعرفوكم بانكم الحدود هاد اللحظه. اول حاجه انا شكون اللي غادي نبدا به الاول، بغيت غير نعرف شنو هو العامل اللي عطاكم هاد الصبر كله باش تبقاو في هاد الاجواء كلها اللي دازت عليكم، يعني مفرشين الارض ومغطيين بالسماء. غادي نبدي معاك انت، انا غنشد ليك، انا غنشد ليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللي اش غنقول لكم، اول حاجه بعدا نهني صاحب الجلاله بهاد سميتو الذكرى ديال 48 سنه ديال المسيره الخضراء. وهاد المسيره هادي علاش درناها؟ غير باش نرجعوا الاراضي الصحراويه ديالنا. الو حنا هاد الناس اللي جالسين هنايا ومعتصمين، علاش معتصمين؟ حتى حنا بغينا باش نردوا هاد الدار ديالنا اللي هي ديالنا، الدار ديالنا. وعلاش؟ راه جات السلطات جات وحيدت لينا الاعلام من الحيط ديال الدار، قالت لك لا ما ديروش. قلنا واخا، قالت لك حيدوا الوثائق. قلنا واخا، درناهم ها هما الاعلام، درناهم في السياره وقلنا نتغطاو بيهم. علاش؟ باش ما نجبدوا ولا سير. قال لك حيدوا من الملك العمومي، حيدنا من الملك العمومي، ولينا كنعسوا في الليل، هو اللي كنعسوا فيه بحال دوك المتشردين. اما بالنهار ما تلقاش لنا الحس ديالنا، كتلقانا جالسين في الطروطوار، هو اللي جالسين فيه وجالسين بحال كم مجمعين، حتى كيوصل الليل عاد كنفرشوا باش نعسوا. والمهم كمل شي واحد اخر المعاناه ديالنا. حنا صامدين على الدار. مرحبا اختي العزيزه بنتي، هي داخل معك البرد بعدا مكمشه ياك. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي. خويا اش غادي نقول لك، هذه خمس شهور حنا كنعاني البرد، الشتاء اللي كتكون الشتاء كانت كدسوا في ديك الطوموبيل اللي ولات هي عندنا الثلاجه بتنعاس دايرين فيها كل شيء، كل شيء كل شيء. كل ما كانتش هي ما غاديش يمكن نصمدوا، حتى هي راه عندها دور كبير باش صمدنا هاد الخمس شهور اللي جلسنا هنايا. واش غادي نقول لك، واش غادي نقول لك، هي باينه فينا بلا كل شيء باين واضح. لا حول ولا قوه. طرقنا جميع الابواب، فين ما حطينا يدينا كنلقاو داو النفوذ والسلطات سابقيننا. اللي درناها كيكونوا هما عندهم يد طويله، ما كنقدروا نديروا حتى حاجه، ولكن باقي صامدين ان شاء الله، باقي حتى الموت، باقيين نموتوا على دارنا، نموتوا على دارنا. الشعار ديالهم هو شنو هو؟ صامدون. شعارهم هما القوه والنفوذ، ولكن شعارنا احنا الله الله، الوطن الملك، وعاش الملك. لا حول ولا قوه الا بالله اختي. والله يا اختي انا بعدا شويه وعييت، ويلي انا شويه وعييت. لا انت مضرقه علينا، لا انا جاي عندك تي نشوف اخويا. اسكت على التقول ديالي انا. انا خويا تنطلب حاجه وحده. بغيت سيدنا الله يخليه لينا تاج فوق راسنا، بغيت لجنه ملكيه هي اللي غادي تشوف لنا هذا الشيء ديال المافيا العقار. هذا الشيء اللي بغيت نقول انا. انا بغيت نشوف قال لي الملف داز 17 اكتوبر ياك. 17 كان غادي يكون الحكم، و 16 بدلوا لينا القاضي وداروا القاضي ديالهم هما، وما عندنا ما نقول. لا ما شوف احنا انا معاك، انا ما نقولوش داروا القاضي ديالهم، ربما غادي نقولوا بانه تبدل القاضي. نقولوا تبدل القاضي. تبدل القاضي. ملي تبدل القاضي شنو كان من هذا الشيء؟ رفض الطلب. اذا درتو انتوما طلب؟ الطلب اللي درتو ديالاش؟ الاخ ديالي هو اللي داروا التعرض. لا واخا انا غادي الاخ ديالي هو اللي داروا. واخا اذا هو اللي داروا. بلاتي انا غادي نجي للاخت. لا غتهضري معانا، انا عارفك انت بعدا شو باش كتعجبيني الحمد لله. التسبيح ديما حداك، التسبيح ديما حداك ياك اختي العزيزه. قول لي واش الانسان اللي كيكون قلبه مسالم دموعه كيكونوا سابقينه. ياك هذا هو الانسان اللي كيكون مسالم. اش غادي نقول لك؟ نقول لكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ولكن هذا ولا عندنا تدمير نفسي قبل من كل شيء، هو اللي ولا العميل ديالنا اللي كنديروه، وليتي كتغطى بالليل ما عارف ما دير. الناس عندها حقوقها، احنا ما عندناش حتى حاجه ما نتغطاو بها ما نديرو، يعني انك ما عندك والو. فين هاد المواطنه ديالنا؟ فين هاد الروح؟ فين هاد الشيء؟ ما كاين شيء. يعني جات حتى لينا حنا يحيدوا لينا كل شيء، يعني اصعب اختبار كيحطونا فيه، يا اما
ان نخليو هذا الشيء ونمشيو يا اب، ولكن شوف الحاجه اللي تتكون مبنيه على حق تنقول الله راه كاين الحمد لله. الله من فوق الجميع، انا اي واحد هو عنده فلوس وعنده نفوذ عنده، انا عندي الله وبيننا وبينهم الله مهما يكون، سواء سواء جعنا سواء اي حاجه درناها مهم في سبيل هذا الدار اللي هي ماشي من حقوق من حق الوالدين اللي تمرتوا فيها واللي عانوا فيها واللي جاعوا فيها وما كلوش فيها، اللي هي باش دابا بانت لي هاد وباغيها ياخذها بدون وجه حق، يعني ماشي ملكك سيدي هذه ملكنا. وحنا دابا حنا كنقولوا حاجه نفصلوا بها، يخليونا نضربوا حنا حنا وياهم بصفه قانونيه، ما انت بنفوذك ما حنا بتش حاجه، المهم نشوفوا اللي عنده حق ياخذو واللي عنده حق ياخذو. انا تنقول لك 32 وبيرلا وهما كيقولوا لك 58 جونفيف، اش هادي جاب الهادي لهادي؟ واش فاطمه هي السعديه؟ راه ما يمكنش الناس. هذا هو الا سمحتي لي غير بغيت نتكلم مع المشاهدين ديالنا اللي ربما كاين بعض الناس اللي اكيد دخلوا على الخط ما عرفوش القصه كيفاش دايره، غيكونوا ما فاهمينش اشنو واقع. غير غنعطيكم في عجاله يعني اون بريف كما كنقولوا، هاد الناس هادو 60 سنه هما في هاد الدار هادي. إذا كان ممكن أنه الكاميرامان يدور هنا في هاد الدار هادي، أزيد دور عندي رجع عندي هنا أزيد من 60 سنة وهما في هاد الدار هادي. الأب ديالهم كان شراها للتذكير، لأنه كاين بعض الناس اللي ما غيفهموش أشنو واقع. الأب ديالهم شراها من عند واحد المعمر يهودي كان في المغرب. الوقت اللي شراها كان عطى واحد الجزء واحد المبلغ من المال، وكان بقى واحد المبلغ اخر على اساس انه غيتدفع طريطات كما كنقولوا، يعني كنعرفوا هذه الكلمه ديال طريطات. بقات طريطه وحده، بقات طريطه وحده اللي بقات في هذاك المبلغ المالي. هذاك المعمر ذاك اليهودي مشى لفرنسا دار عمليه انتحار، انتحر. هذوك الناس ما بقاوش لقاو في هذاك المبلغ، هذاك الجزء الاخير من المبلغ اللي بقى ما بقاوش لقاو فين يحطوه. فملي مشاو للمحكمه على حسب القول ديالهم، مشاو للمحكمه باش يحطوا هذاك المبلغ المالي، حطوه وخذوا واحد الاعفاء، خذوا اعفاء بانه هاد الناس راه صافي معفيين، الوثائق ديالهم كامله، المحل راه ديالهم. فملي دازت واحد المده زمنيه اعوام، اللي كنقول اعوام، ف الورثة ديال هذا المعمر اليهودي دخلوا على الخط، ناض نقاش ما بيناتهم. هذوك الناس هذوك الورثة ديال ذاك المعمر اليهودي ملي دخلوا في نقاش فباعوها لواحد الشركة أخرى، هذيك الشركة أخرى دخلات معاهم عاوتاني في نزاع واحد المدة تقريبا ديال واحد 15 سنة ولا شحال ديال النزاع. أشنو اللي وقع؟ دابا حاليا المشكل فيه كاين الاشكال وفيه كاين الغرابه اللي ما مفهوماش الحدود هذه اللحظه. هنا في كاين كما كنقولوا كاين شي حوايج مبهمه ما كتفهمش. حنا احترامنا للقضاء، احترامنا للمؤسسات الامنيه، المؤسسات القضائيه، احترامنا للنيابه العامه، غير حنا كبشر كنا كيبقى عندنا واحد شي حاجه كتاكلنا في راسنا كما كنقولوا. سؤال مطروح، كيفاش ملف اللي تحكم رقم 58 في حين انه هاد الناس هادو عندهم في التيتر 32؟ اذا هنا فين كاين الغلط؟ هنا كما قلنا هنا كيوقع واحد اللبس، وحتى واحد ما كيبقى يفهم وكلشي كيولي شاك. هنا في كنقولوا بانه حنا كما كنقولوا ما كنشكوا في حتى شي جهه معينه، ولكن مثل هاد الامور هادي راه كتخليك تطرح تساؤلات عديده وما كتبقاش تفهم اشنو واقع. لهذا فكما قلت علاش قلت لكم بانه اقدم اعتصام بمنطقه بورغون لحدود هذه اللحظه 153 يوم. ملي كنقولوا 153 يوم خوتي المغاربه لكم انكم تخيلوا تبات غير نهار واحد في الزنقه، ونهار واحد في الزنقه تباتوا مفرش الارض ومغطي بالسماء خايف من يعني قطاع الطرق كما كنقولوا او السارقين، شفاره بهذا المعنى هذا، ما حيتك البرد، ما حيتك الشتاء، ما حيتك الحشرات كما كنقولوا تدخل عندك، يعني
لكم تخيلوا خوتي المغاربه 153 يوم، وهاد الناس كيقولوا حنا ربما نقدروا نبقاو حياتنا كامله او لا تنموتوا حنا هنا. حنا قال لك بغينا هذا الملف ديالنا يتفتح من اعلى سلطه، هذا هو الكلام ديالهم. قال لك حنا بغينا الملف ديالنا يوصل لاعلى سلطه، واعلى سلطه ترسل لجنه، واذا كنا حنا اصحاب حق اهلا وسهلا نرجع لنا الحق، يرجع الحق للمكان ديالو. الا ما كناش حنا اصحاب حق فراه اكيد غادي نهزوا رحيلنا، وتصنداله ديالنا هنا حاشاكم ما نخلوهاش هنا في هذه المنطقه هذه. اذا هذا هو اللي باغينا هاد الناس، لهذا الشيء علاش هما مرابطين هنا. قال لك حنا بغينا الصوت ديالنا يوصل لاعلى سلطه، يوصل لاعلى سلطه او يوصل لذوي الضمائر الحيه باش يعرفوا اشنو اللي واقع. اذا كما قلت لكم هنا كاين شي حاجه، شي لغز ما مفهومش اشنا هو. احنا ماشي في موقع اننا نتهموا شي جهه معينه او نوجهوا اصابع الاتهام لشي جهه معينه او شي مؤسسه معينه، ولكن رحنا بشر راه كنبقاو نتسائلوا ماذا يقع وما الذي حصل بالقرب من هذه الفيلا او في ملف هذه الفيلا بمنطقه بورغون. اسئله عديده كتطرح نفسها، ولحدود هذه اللحظه ما كاينش جواب. كنتمنى صادق من كل قلبي انه دخل شي جهه، يعني هما بالنسبه لهم اعلى جهه بالنسبه لهم بعد الله عز وجل وجلاله الملك. يعني كيقول لك بانه حنا مع احترامنا للقضاء ما بقاتش عندنا الثقه في شي جهه معينه الا جلاله الملك الله ينصرو، هو اللي كنتمنى يعطي او الامر المطاع ديالو باش يتم ايفاد لجنه باش تشد هذا الملف وتبحثوا بشكل كبير وتعرف مكامن الخلل. إذا كان شي خلل، إذا ما كانش كانوا هاد الناس ماشي أصحاب حقوق أو يجب التعويض ديالهم، فغيتعرف بأنه يجب التعويض ديالهم. إذا كانوا أصحاب حق أصحاب ملك يرجعوا للمحل ديالهم معززين مكرمين ويتعوضوا على هاد الظلم وهاد الحقرة اللي تعرضوا عليها وهاد الأيام اللي نعسوا فيها في العراء. إذا أسئلة كما قلت عديدة الحدود هاد اللحظة هادي ما كايناش إجابة ديالها، ولكن كما عودتكم قناة الشعب قناة شوف تيفي فأكيد كتواكب كل كبيرة وكل صغيرة وكتوقف مع المواطن وكتكون الصوت ديالو باش يوصل لأعلى مستوى. إذا كنتمنى منكم ماشي قلت لكم خوتي المغاربة، كنتمنى منكم تبارطاجيو القصة ديال هاد الناس، المعاناة ديال هاد الناس هادو، وأنا غادي نودعكم على أمل لقاء بكم وعلى أمل هاد الناس يوصلوا لحل من الحلول. إذا غادي تقبلوا تحياتي، هذا محدثكم ومراسل شوف تيفي مصطفى القرناوي من امام اقدم اعتصام منطقه بورغون، يحييكم الى اللقاء.